بقى لخبر تاني، وهو فوز الناشئات النادي الأهلي ألف لكرة اليد مواليد 2006 على فريق الزمالك بنتيجة 38-29 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على صالة الأمير عبدالله الفيصل وضمن منافسات دوري المرتبط. وقدم فريق ناشئات الأهلي مباراة قوية وفرض سيطرته على مجريات المباراة، وقدمت كمان اللاعبات أداء مميز جدا. مليون مبروك ليهم طبعا، ومن فوز لفوز يا رب. ونروح بقى من الأخبار المحلية لأوروبا.